السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي حبيباتي أعزائي. اليوم جيتكم وصفة جديدة، هي وصفة تاع خبز طري يجي فريما بنين بزاف. جلي إسيي وقلت بوكوا با ما نتقاسموش معاكم، ولهذه الوصفة لازم لنا المقادير التالية. عندنا 3 كيلات تاع السميد، الكيله هذيك اللي ندير نخدم بها انايا تاع وين كاب فيها 240 مليليتر. فوالا 3 كيلات تاع سميد رقيق كما راك تشوف، يعني نخدم سميد رقيق. فوالا هاي الكيله دوزيام. دوك نشوفوا واش علي جوني من الخبزه، باسكو البارح درتهم صغار، دوني حابه نديرهم دي خبزه نورمال ونشوف واش غادي تشوف. نجيب 3 كيلات لا فارين، فوالا الكيله بيان معمره، يعني ميزوري قدامكم، جبت قدامكم ميزوري باش حاجه ما تفوتوها. فوالا لا توازيام هاي ليك، نزعمها شويه ماشي معمره بزاف. فوالا هاي لا توازيام، نزيدو عندنا مورفه تاع كبيره تاع خميره، عندنا مورفه كبيره تاع السكر والملح. كما قلنا الملح حسب الذوق، نحطوهم كامل. كيف نديرو الملح بجيه؟ فوالا نرميتو بجيه ونديرو السكر والخميرة كوتي. عندنا مغرفة كبيرة تاع عشا تاع زيت، فوالا هاي هاي مغرفة كبيرة تاع عشا تاع زيت. هاكا نخلطو هاد المكونات ونبداو نضيفو في الماء بالعقل بتي تا بتي. فوالا نديروه في لا فيتاس صغيره ومن بعد نكبرو. مازال ما برونشيتش برونشي، ونبداو نخدمو. نبداو نضيفو في الماء تدريجيا بالعقل، على حساب كل واحد على حساب لافارين اللي عندو، لا ماتيير اللي عندو. كاين لافارين اللي تشرب بزاف وكاين اللي لا. يعني نزيد بالعقل ما دافية، ونخلوها تنعجن لمدة 5 دقائق. انا بون انستون نشوف فيها الا شدت، لازم العجينه تكون متماسكه ما تكون طريه. نحبسوا دقيقه، العجينه لازم تكون متماسكه ما تكون طريه بزاف، ما تكون متلوقه بجوفوتير بزاف، ما تكون يابسه بزاف، تكون جوست موين باش تقدري ديري تفاصوني الخبز تاعك. نزيد في الماء بالعقل، نخلي هكذا لا فيديو تمشي حتى تشوفوا بلي الخبز حتى يولي عجينه. وين عجن قلنا بوندون 5 à 10 minutes. زيدوا شويه على الفيتاس
نقعدوا نزيدوا الماء بالعقل. لا فيتاس نشوف العجينه تاعي اذا لا كونسيستانس تاعها راهي مليحه ولا لا. لا جي فوار باسكو الواحد باليد تاعو اللي يقدر يعرف مازالت يابسه مازالت يابسه. نسيو نجبدو كامل هذاك اللي راهو في لوفون نلفتوه بالعجينه تاعنا نزيدو لها الماء مازالت يابسه. فيتاس صغيرة ومن بعد نطول تيطرى معنا الخبز. الماء ونخليها تنعجن مليح. Thank you.
كيما رانا نشوفوا العجينه تاعنا تعجنت مليح، نديروها تخمر تريح بيها. فوالا هذيك لا كونسيستانس تاع العجينه. فوالا ما تجي تلصق في اليد بزاف، ما تجي يابسه في الوسط. فوالا هذيك نديروها تخمر ونرجع لكم. فوالا هاو الخبز تاعنا خمر، غادي نسيدو لو ديغازي ونبداو نقرصو فيه ونحطوه يخمر. فوالا راني وجدت له لو تورشون من يخمر. فوالا هابليك قرصت كامل الخبز تاعي، نغطيه. فوالا نغطيه بان تورشو، نزيد له سويبته. فوالا هايليك تغطيه بيان، خليه يسخن شويه يخمر،
زيدي خمر شويه ونبداو نطيبوا فيه. فوالا نبدا نطيب الخبز تاعي، نوريكم الطريقه تاع الطياب تاعو. يتحل بالحلال ويجي رقيق، ومن بعد كي ديروه في المقله يبدا يولي خشين. دونك هكا كي تشوفوني تقولوا هذه راهي رقت بزاف هذا الخبز، بصح في المقله يعاود يتفش فش يعاود يطلع بيان. ماي سي سقمو بيان الخبز تاعنا، ديروه على الطيب. نزيد نشكل معاكم واحد اخرى، لازم السميد هذاك الرقيق رقيق رقيق منيح، هذاك الفان يجي كي قريب كي الفارينة باش ينجح لكم هذا الخبز. و طون بوغ طون يعني اذا درتو 3 كيلات فارينة ديرو 3 كيلات تاع الدقيق هذاك السميد رقيق 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 لكم كي الفارينة يجي. نبداو نطيبو في الخبز تاعنا. فودو شويه ما قاوي بزاف ما قليل بزاف. إذا شفنا النار تاعنا خلالت شوية بردت شوية نزيدو له شوية. يجي خبز طري بنين بزاف. شوف كيفاش تنتفخ الخبز تاعي. يجي خبز فريمون بنين. وهاوليك الخبز تاعنا كيفاش يجي طري. فوالا نقدر ممكن نشوف فوالا يعاود يولي طري فريمون طري بزاف. فوالا نتمنى لكم فرجة ممتعة وشهية طيبة. صحفتو لكم، باي.